قالوا زمان القديمة تحلى ولو كانت وحلى، وده المثل اللي خلاني ابتدي بيه الحكاية النهاردة مع الأمثال الشعبية اللي مهما قدمت هتفضل حلوة وليها معنى. أنا شريف الطوخي وبرنامج العارف. الأمثال الشعبية بتلخص فلسفة شعب كامل، وده في كلمات مختصرة مع إضافة بعض التشبيهات وسجع خاص بيها. فلو حبيت تعرف شخصية شعبه وعاداته وتقاليده فاسأل على أمثاله، فلا تكاد تخلو أمة من الأمم من الأمثال. وعشان كده هنحكي النهاردة قصة مثل. مالك صاحب احكيلي. أصل حكاية مثل هتروح فين يا صعلوك بين الملوك، وهو مثل شعبي ساخر رغم خلفيته التاريخية اللي ارتبطت بحادثة خطيرة أثرت على مصر سنوات طويلة. والمقصود بالصعلوك هنا هو الشيخ المصري زعلوك، واللي كان موظف حسابات عند أحد ممالك ضحايا مذبحة القلعة عام 1811. ولسوء حظ الشيخ زعلوك إنه كان موجود وقت ما محمد علي باشا خلص على المماليك. وبعد إبادة 470 مملوك في القلعة قام أمير لجنة حصر القتلى بتدوين أسامي الضحايا ليفاجأ بجثمان الشيخ زعلوك ما بينهم. فتداول المصريين القصة وكانوا بيقولوا هتروح فين يا زعلوك بين الملوك، حتى رفع الأمر إلى محمد علي باشا اللي منح على الفور لورثة الشيخ زعلوك الآلاف من المواشي ومئات الأفدنة ناحية دسوق. وحرف المثل بعد كده من تروح فين يا زعلوك بين الملوك لتروح فين يا صعلوك بين الملوك. الراجل ده قضى على مستقبله معانا يا معلم. مسمار جحا وأصل الحكاية. الحكاية إن جحا كان عنده بيت وحب يبيعه من غير ما يفرط فيه. طب يعمل إيه؟ اشترط على المشتري إنه يسيب له مسمار في حتة البيت. قال له بس كده من عيني، بس يلا خلص البيعة. بس الراجل ما كانش عارف نية جحا الخبيثة، ليتفاجئ بعد كام يوم من شراء البيت بإن جحا بيزوره. فلما سأله على سبب الزيارة جحا قال له جيت أطمن على المسمار بتاعي. فالراجل رحب بيه وخده على قد عقله ودخله وضيفه. بس الزيارة طولت جدا والراجل بقى محرج ان هو يقول له يلا قوم امشي يا عم احنا بننام بدري. بس اتفاجئ ان جحا بيغير هدومه وبيحضر نفسه للنوم. فصاحب البيت اتعصب جامد وقال له انت بتعمل ايه؟ فجحا بكل هدوء قال له سأنام في ظل مسماري. وتكرر كل يوم الحكاية دي وخاصة في أوقات الأكل لحد ما جحا طفش الراجل من البيت وسابهوله ومشي. حبوش الواد ده خنيق. لا ده عند أم ترتر. إيه أصل حكاية أم ترتر؟ اسمها الحقيقي نفوسة، ونفوسة دي كانت بتسكن في حواري كرموز، ومعروف عنها إنها من الستات اللي لسانها طويل ومتبر منها، يعني بالبلدي كانت بتفرش الملاية لأي حد. أم ترتر دي كانت ست بيت شاطرة جدا وخلفت إسماعيل وإبراهيم ونبوية ترتر. أنا اللي كنت فاكرك نينجا طلعت ترتر. أم ترتر كانت بتربي فوق السطح عندها فرخ وبط، فلما كانت ديوك الجيران بتنط على السطح عند أم ترتر كان بيختفي تماما، عشان أم ترتر كانت بتخلص عليه وبتعمله لجوزها على العشاء، فكانت بتقوم بإخفاء أثر الديك تماما. ولما حد كان بيسأل هو الديك راح فين، فالجيران بصوت واطي يقولوا له عند أم ترتر، ربنا يعوض عليك. ومن هنا طلع المثل الشعبي عند أم ترتر، وده بيدل على استحالة إن الحاجة ترجع لك تاني أصلا. عملت إيه في الريش؟ طمن دويتها. ورجعت ريما لعادتها القديمة. ريما هي زوجة حاتم الطائي اللي كان معروف بالكرم الشديد أيام عصر الجاهلية، على عكسها لدرجة إن هي وهي بتعمل الأكل كانت إيديها بتترعش وهي بتحط السمنة. فحاتم الطائي حب يعلمها الكرم، فراح قال لها إيه؟ إن المرأة كلما وضعت ملعقة من السمن في إناء الطبخ زاد الله بعمرها يوما. فريما صدقت وفضلت تزود من السمن في الأكل لحد ما أكلها طلع حلوة قوي. لكن مشيئة ربنا إن ابنها الوحيد يتوفى، وزعلت عليه زعل شديد جدا لدرجة إنها كانت بتتمنى الموت. فعلشان كده بقت تقلل من السمن في الأكل تاني. فجوزها قال ورجعت ريما لعادتها القديمة.
وحدون. والحد هنا خلصت حلقتنا. أنا شريف الطوخي وبرنامج العارف. سلام.